الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا وكان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وهاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أهي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أهذا أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومايا بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاشتي وحامدي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولموني ما يولمهم ويازنوني ما يازنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان سمواتي إني ما هلكت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومادن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما هلكت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي باسني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في مافل مافل أهل الأرض وفي جامع من شياطنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفاز شياطنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي أما ذكر خبرنا هذا في مافل مافل أهل الأرض وفي جامع من شياطنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وقضى لك شياطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض
وابحق الحسن وانت الموسين وابحق الحسين وانت قديم الإحسان وابحق الأئمة التسعة طهر من ذرية الحسين عليه السلام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم أدّ ديوننا وارحم أمواتنا وسلم مسافرين اللهم ارزقنا زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت ورحة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجنا من الحور العين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغنى كل فقير اللهم أشفى كل جائع اللهم أقضى كل عريان اللهم أقضى دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح فاسد من أمور المسلمين اللهم أشفى كل مريض اللهم سد فقرنا بغناؤك اللهم غير سوء حولنا بحسن حولك اللهم أقضي عنا دين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترزت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام اغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا الرحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے